الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم هذا المقطع في إطار حديثنا المستمر منذ تقريبا شهر أو أكثر عن السلاسل الزمنية. أقدم هذا المقطع حول موضوع مهم جدا في السلاسل الزمنية، هو التوهين الأسي أو الإسي، باللغة العربية كلاهما مقبولان، الأسي أو الإسي البسيط Simple Exponential Smoothing، وهو من موضوعات المهمة في المقدمة للسلاسل الزمنية، وطبعا يتبع حالة التنبؤ، بمعنى آخر نستخدمه للتنبؤ بالبسيط طبعا اللهم بالسلاسل الزمنية، وعلى بركة الله نبدأ. التوهين الأسي كما ذكرت من طرق التنبؤ Forecast، اللي هي الشائعة لأغراض بسيطة وسريعة. إذن هون Forecast Method، Forecasting Method، طريقة التنبؤ الشائعة لأغراض بسيطة وسريعة. نتتبع بواسطة هذه التوهين الأسي Simple Exponential Smoothing، نتبع بواسطها التغير في السلسلة الزمنية بواسطة مشاهدات جديدة متنبأ بها تدخل عليها. سأبين ذلك بمثال، يعني بالأرقام إن شاء الله بعد قليل. تأتي طرق التوهين الأسي على أشكال متعددة كما ذكرت، بسيطة، هذه الآن سأغطي البسيطة، وهناك معقدة لكن ليست صعبة، لكن تحتاج إلى انتباه ودراية في تطبيق المعادلات، معقدة لحد ما. ومن أشهر طرق، يعني هذه أشهرها، اللي هي التوهين الأسي البسيطة Simple Exponential Smoothing لسلسلة زمنية تخلو، أرجو الانتباه هنا، تخلو هذه السلسلة من الاتجاه والأثر الموسمي، No trend, no seasonal effect. طبعا هاي لأنها بسيطة، إذا كانت الآن السلسلة معقدة فيها، يعني فيها اتجاه وموسمية، نستخدم طرق توهين أسي تختلف عن البسيطة، بكون في عندي winters method وفي halt method وهكذا. نغطي في هذا المقطع كما ذكرت طريقة التوهين الأسي البسيطة للسلسلة ليس فيها اتجاه أو أثر موسمي، ونفترض وجود السلسلة. الآن هذه السلسلة هي الآن عندي لمدة 12 شهر، 12 شهرا هنا، الشهر الأول، الثاني، الثالث، وهكذا حتى ننتهي من الشهر الثاني عشر، مقابل هناك كمية استهلاك من الورق لشركة ما كما ذكرت هنا، ف 56 ألف مثلا وحدة أو كيلوغرام أو ماعون، نسمي الوحدة هون بلغة بلاد الشام معون الورق اللي يحتوي على 500 ورقة، ف 56 وحدة شهريا في الشهر الأول، الشهر الثاني 64 شهر، وهكذا. فهذه القيم، وهذا الآن الشكل البياني للسلسلة، هذه السلسلة الزمنية، لاحظوا حسب الأشهر هنا، وليس هناك اتجاه واضح، وإذا كان في أثر موسمي سبحان الله غير واضح أبدا أبدا، لأن هنا الآن الفرق أكبر من هذا الفرق، أكبر من هذا، أقل من هذا الفرق، وهكذا. ف إذن هذه السلسلة ومنها ننطلق بإذن الله. نتابع. تعتمد طريقة التوهين الأسي البسيطة على افتراض وجود قيمة ابتدائية Initial Value، هذه القيمة التي ننطلق منها، وهي قيمة سابقة مقدرة متنبأ بها. إذا لم تتوافر كما هو الحال في هذا المثال الذي سأضربه الآن، نعتبر القيمة الأولى من السلسلة بأنها القيمة الأولى التي نبني عليها التنبؤات، وتستخدم المعادلة الآتية بالتنبؤ. هذه المعادلة الآن F of sub t زائد واحد هي القيمة المتنبأ بها المستقبلية، تساوي القيمة الراهنة F of sub t زائد ألفا، سأبين ماذا ألفا الآن، مضروبة في F of t، sub t طبعا هنا القيمة الراهنة، مطروح منها F في الفترة السابقة اللي هي F of t minus t، طبعا minus 1 هنا في الفترة الماضية أو السابقة. الآن هذا هو الخطأ، يعني الخطأ بالقياس الذي يعني نسميه احنا E sub t error، يعني sub t ما هي الآن، أو تصبح المعادلة كما هي الآن، هذه القيمة المستقبلية هنا، هذه بقيت هنا، هذه بقيت هنا، هاي اختصرناها الآن بهذه القيمة اللي هي الإرور. ألفا هي معامل التوهين Exponential أو اسمه Smoothing Factor، سأبين طبعا الآن كل هذه الرموز إن شاء الله، حيث ترمز كما ذكرت F of T زائد واحد القيمة المستقبلية، ترمز إلى القيمة التي قدرها المتنبئ من القيمة الأولى هذه،
وهي قيم مستقبلية. لاحظوا هذه القيم الحالية، إذا القيم المستقبلية هذه، وترمز ألفا إلى معامل التوهين smoothing constant or smoothing factor، الذي عادة ما تكون قيمته محصورة في الفترة بين 10 إلى 20%. ألفا دائما محصورة، مش دائما طبعا، سأذكر يعني بعض الحالات أنا 10 إلى 20%، هذه في الحالات المعيارية. قد الآن يجتهد الباحث ويقول أنا سأختار ألفا 5%، 1%، 15%، 30%، وهكذا، فهي اجتهاد شخصي بحت. لكن بمعظم الأمثلة الأكاديمية نفترض بأنها بين 10 إلى 20%. وترمز إي سب تي إلى مقدار الخطأ في التنبؤ، خطأ في التنبؤ الآن. نتابع إن شاء الله بالمثال. هذا الآن البيانات المتاحة يعني أمامي عن السلسلة الزمنية. سأبدأ الآن سأختار هذه القيمة وأنطلق منها، لأنه ليس هناك قيمة متنبأ سابقة عليها، وبالتالي بدي أعتبر هذه القيمة التي ننطلق منها، ثم نتنبأ بالبقية حسب طريقة التوهين الرئيسي البسيطة. كيف الآن؟ نبدأ من القيمة كيو سب تي تساوي 56 كما ذكرت، هذه القيمة الأولى. باعتبارها القيمة الأولى أضعها أمام القيمة رقم 2، هون يعني تبدأ نقطة انطلاق التنبؤ يبدأ من الفترة الثانية، لأنه هاي شطبناها الآن، أخذنا قيمتها باعتبار أنها متنبأ بها وضعناها هنا. لكن القيمة هنا 64 مقابلة 56، إذا في خطأ هنا فيكون الخطأ بالحالة هاي إي سب تي يساوي 64 القيمة الفعلية ناقص 56 القيمة اللي انطلقنا منها اللي هي بالتنبؤ، وتساوي إذا الخطأ يساوي 8. ثم نطبق المعادلة باعتبار أنه ألفا تساوي 20%، اخترنا 20% هنا كما يأتي. الآن هذه المعادلة أو هذا التنبؤ الآن كيف يعني وضعناه، هذه القيمة 1.56 هنا، فبالتالي ليس هناك قيمة مستقبلية. اعتبرنا الآن 56 هي القيمة التي انطلقنا منها، فنضعها أمام 64 في الخانة الثانية هنا، الفرق بيناتهم هو الخطأ 8. نطبق المعادلة الآن كما يلي، هذه المعادلة F of T زائد 1 تساوي F of T 56 زائد ألفا في الإرور اللي هي 20% الألفا في الإرور 8. فعندما الآن نحلها 56 زائد 20% من 8 المجموع بكون يساوي 57.6. إذن القيمة الثانية، لاحظوا لي الأولى كانت 56 لكن هي مقابل خانة الثانية هنا، الآن القيمة الثانية التي تنبأنا بها هي 57.6، نضعها أمام مين؟ الخانة الثالثة هنا كما يأتي الآن. لاحظوا لي الآن مقدار الخطأ بكون 56 هنا، هذه 56 الخانة الثالثة، مطروح منها المتنبأ بها 57.6 بكون قيمة الإي الثانية، هذه الإي الثانية تساوي -1.6. ثم نطبق المبدأ نفسه على التنبؤ. إذن يعني هذا الآن لاحظوا لي هنا ليس قيمة التنبؤ 56، هذه 56 انطلقنا منها ووضعناها أمام الخانة الثانية، الفرق بيناتهم 8. الآن من هذا الآن طبقناها هنا فأعطتني هاي القيمة المتنبأ بها بالمعادلة البسيطة هذه، وضعناها هنا أمام الخانة الثالثة، هاي الخانة الثالثة كررناها هنا 56 قيمتها، هذه 56 إذا الفرق بيناتهم -1.6. نكرر الآن على القيمة الرابعة أو الخانة الرابعة. كيف الآن؟ آخر نتيجة حصلنا عليها هذه هي الآن، هذه 56 مقابلها 57.6 متنبئ بها، هذا الخطأ هاي القيمة الأولى، إذا الخطأ الأول هذا، الخطأ الثاني هذا، القيمة التي تنبأ بها بالأول 56 الآن أصبحت 57.6. الآن نطبق هذه في المعادلة الثالثة F of T، هذه القيمة الثانية المتنبأ بها، الثالثة تصبح الثالثة، يعني هاي الأولى التي أخذناها باعتبارها التحصيل حاصل من هنا، وبالتالي هاي تصبح القيمة الثالثة تساوي القيمة الحالية زائد ألفا في الإرور تساوي 57.6 زائد 2.2 هي 20% مضروب في الخطأ، وبالتالي بتعطيني القيمة الثالثة 57.28%، أضعها مقابل رأس الرابعة هذه، فتصبح كما يلي، أي الآن الخطأ
اللي هو الخطأ الثالث اي 3 يساوي 71 هنا سالب 57.28 بكون الخطأ قيمته 13.72 موجب طبعا هنا سالب لاحظوا لي هنا موجب سالب هنا موجب والآن تصبح كمان كما ذكرنا الرابعة الآن هذه الرابعة 71 قيمة الفعلية المتنبئة 57.28 الفرق بينهم 13.72 نقوم باستخدام هذه القيمة لاحظوا لي الآن f of t زائد 1 ماذا تصبح الآن؟ تصبح هذه القيمة زائد 20% من الخطأ وبالتالي 57.28 زائد 20% من الخطأ وتساوي 60.024 نضعها أمام القيمة السادسة أمام القيمة السادسة إذا مش غلطان أنا لا عفوا الخامسة هنا عفوا 5 فتصبح 87 مطروح منها 60 هذه القيمة بكون قيمة الخطأ 26.976 إذا عفوا نضعها أمام القيمة الخامسة لأنه خلصنا من 71 هنا فالآن ننتهي من يعني الخامس الآن وبالتالي استخدمنا هذه القيمة مقابل القيمة الرابعة 71 مقابل هذه القيمة أعطتنا الفرق بيناتهم استخدم هذه الآن في التنبؤ بالقيمة الخامسة فتصبح القيمة الخامسة 60.024 طبعا هو التنبؤ الرابع لكن بالخانة الخامسة هذا هو المقصود الآن نتابع الآن وهكذا نطبق كذلك الأمر نطبق آخر نتيجة هذه لاحظوا نفس هذا فأطبقها الآن وهي آخر معادلة سأكتبها وبعدين رأسا سأضعها في جدول الآن فبكون التنبؤ الخامس في الخانة يعني السادسة تأتي تصبح الآن هذه بستخدمها 60 زائد 20% من الخطأ فيصبح التنبؤ 65.4192 لكن لاحظوا لي هنا الفرق بيناتهم 46 وبالتالي هذا الجدول الآن يلخص كل هذه المعادلات يعني كررناها 11 مرة بهذه الحالة 11 مرة تكرر حساب المعادلة وبالتالي بكون عندي في الخانة السادسة هذه القيمة مقابل 46 هذه الآن هنا مكررة الخطأ سالب لاحظوا لي هنا موجب سالب موجب موجب سالب 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 وهكذا فبعطيني كل هذه القيم كل هذه القيم وهنا الرسم البياني أو التوضيح البياني أنه هذه السلسلة الفعلية هي المنحنى السميك المتعرج أما ما تنبأنا به الآن تنبؤاتنا هذه التنبؤات هي هذا المنحنى تقريبا trend downward اللي هو المتقطع الخطوة قبل الأخير الآن نحسب ما يسمى بالمين سكوير ايرور متوسط مربع الخطأ مين سكوير ايرور مهم جدا هذه القيم وربع هذه الآن القيم نفس القيم هنا ربعناها طلع متوسطها 195.7 بالمتوسط المربع الخطأ هيك لكن نأخذ جذر التربيعي بيطلع عندي تقريبا الانحراف المعياري للتنبؤات اللي احنا يعني الخطأ تقريبا هذا لكل يعني لكل بالمتوسط 13 تقول 14 تقريبا الخطأ 14 وحدة قياس تقريبا بالمتوسط الانحراف المعياري أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله وهذه هدية من هيا ولين ومريم وهما الحفيدات الرائعات والسلام عليكم ورحمة الله ثاني مرة وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.